مشاهدينا، محلات التحف والهدايا من المشاريع المربحة، لكنها تحتاج إلى أشخاص لديهم اهتمام بالتحف وأيضا لديهم ذوق وإبداع في اختيار الهدايا التي تتناسب مع أذواق الزبائن. نتعرف اليوم على أحد العاملين في محلات التحف والهدايا، هيا بنا. صباح الخير، عرفنا عليك. نصر الله صديق. نصر الله، عرفنا إيش طبيعة عملكم هنا؟ تنسيق هدايا، هدايا تخرج، هدايا عيد ميلاد، يعني حاجة بس كده. طيب نصر، متى بدأت بتعلم مهنتك بالهدايا والتحف؟ 2019. من تعلمتها بالضبط؟ أنا هنا مع الوضع اللي جالس به، برضو من إني نتابع كل جديد، نتابع التنسيقات، نتابع فيديوهات، شروحات، حاجة حلوة. يعني أنت بديت هنا بالمحل وأنت ما تعرف تشتغل بالهدايا وبعدين تعلمت؟ تعلمت، أيوه. طيب ناوي تستمر بالمهنة هذه طويل وتكبر المحل وتفتح مشروع، أو مستكفي بالمحل هذا؟ إن شاء الله، يعني لو في ما نكرهش، بس نتوسع. نصر، إيش الهدايا اللي ممكن تقدمهم للزبائن هنا عندكم بالمحل؟ أنواع الهدايا، في ورد معنا، ورد طبيعي، في ورد صناعي، ممكن ننسق هدايا، تنسيقات، الزبون يجيب أي حاجة من عندهم، إحنا نكمل له الباقي. التصاميم اللي يجيبوهم مثلا الزبائن الذي يجيب التصميم، أو أنت نفسك اللي تجيب له التصميم تقترح عليه؟ على حسب، يعني لو جاب لي تصميم أنا أعمل له نفسه، لو ما جابش قدوة أنا أتكفل بكل شيء، وأنه نتابع كل جديد، نتابع كبير التنسيقات، نعمل له حاجة حلوة. طيب هل بكل المواسم شغلكم يكون ماشي تمام، ولا في مواسم معينة فقط؟ يعني السنة يجي موسم تخرج، بعدين يجي موسم عيد الحب، بعدين يجي يعني ما أصل كل شيء. لو نوقف فترة الأعراس هذه الفترة، ما يعني معك الأعياد، ولا يتبعهم الأعراس بمواسم معينة في اليمن، يتبعهم الهدايا يعني بمواسم هذه فقط، ولا في غير؟ أعراس اليمن، العرس نشتغل مسكة عرايس، نجر حق الذهب، طاولات مع تنسيقة كامل، تجهيزات العرس بشكل عام. أيوة، يعني في معانا حتى حق الخطوبة، قوشات خطوبة، قوشات عقد، ننسق لهم يعني تنسيقات نفس كده. طيب نصر، إيش أكثر الأنواع الهدايا طلب من الزبائن عندكم، وإيش الذي أقل حاجة؟ أكثر يعني هالورد الطبيعي يمشي بكثره، بالرغم إنه ما يتوصل، ما يوصلش يعني بأماكن محددة، بس يعني يمشي تمام. نصر، إيش أغلى أنواع الهدايا عندكم؟ يعني على ما حسب ما يجيب، على حسب الشكل حق الزبون اللي بيجيبه، في بعض يكلف حاجة كثير يطلع سعره زايد، في يكلف حاجة صغيرة يطلع سعره ناقص مناسب. طيب هل تشوف إنه مهنتكم هذه مربحة بالشكل الكبير، أو بس تمشي معكم؟ يعني الحمد لله كده نمشي، في يعني ربح شوية. نصر، إيش أبرز الصعوبات اللي واجهتكم من أول ما فتحتم المحل لحد اليوم؟ يعني ارتفاع الصرف هذا أول شيء، بعدين الآن فارق الحوالة والطريق، والطريق مع أنه مقطوع الخط. يعني أنتم من فين تجيبوا الورد حقكم؟ من صنعاء، يجيبوا من صنعاء بس بيتأخر، نتعرقل يعني بحاجات كثير بسبب الطريق مقطوع. تجيبوا الفلوس قديمة ولا جديدة؟ نجيبها قديم، يعني نحسبها هناك على ما هي قديم عندهم. طيب رسالة تحب توجهها لغيرك من الأشخاص الذي يعملوا في بيع التحف والهدايا؟ يعني يتابعوا كل جديد، يدلعوا الزبائن حقهم. رسالة أخيرة تحب توجهها لجمهور صباحكم أجمل؟ صباحكم أجمل ويومكم سعيد. إذن مشاهدينا، نختم مع الأخ نصر الله بائع التحف والهدايا هنا في مدينة تعز، من هذا المحل المليء بالهدايا والتحف الأكثر من رائعة. نلقاكم مع مهن جديدة وأشخاص جدد. عودة إلى الزملاء في استوديوهات، صباحكم أجمل.